لم يتمالك هذا الطالب نفسه في مبنى السفارة اليمنية في العاصمة الماليزية كوالالمبور حين قرر في لحظة قهر وألم تمزيق أدواته الجامعية نتيجة حرمانه وهو وزملائه من مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ نحو 7 أشهر. هذا أحد الطلاب النماذج الذي كان يصف الأربع على الأمثلة داخل الجامعات، أتى اليوم بعد 7 أشهر من انقطاع المستحقات من أجل أن يقطع ملازمه ويكسر لابتوبه. مثل هذا الطالب يعيش آلاف الطلاب في ماليزيا وغيرها من الدول مع أسرهم أوضاعا صعبة لا تهدد مستقبلهم فقط بل وحياتهم أيضا، بعد أن وجدوا أنفسهم بلا مستحقات في بلاد لا تعرف ملامحهم ولا يعرفونها، مضطرين لمجابهة الجوع الذي ينالهم كل يوم. يقول الطلاب في ماليزيا إنهم استنفذوا كل خياراتهم مع الحكومة التي لم تستجب لمطالبهم، على الرغم من وعودها المتكررة بتسليم مستحقاتهم، وهو ما دفعهم للتجمع والتظاهر لإغلاق السفارة، في تصعيد يسعون من خلاله للفت الأنظار إلى مشاكلهم التي لم يلتفت إليها أحد حتى الآن، على الرغم من المناشدات العديدة. ويعاني الطلاب في ماليزيا وغيرها من الدول ضغوطا نفسية ودراسية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما تسبب في طرد الكثير من مساكنهم ومن جامعاتهم، فيما أجبر البعض منهم على ترك الدراسة والعمل غير المشروع في ماليزيا، وهو ما يهددهم بالترحيل أيضا. تتصاعد أوجاع الطلاب هنا وتتسع معها معاناتهم في وقت تضيق فيه تحركات الحكومة لإيجاد حل للمشكلة التي تهدد مستقبل آلاف الطلاب.